تبدو العلاقة المتوترة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أمام امتحان في مؤتمر ميونخ للأمن، فالخلافات تزايدت في الآونة الأخيرة بين الخصمين وتفاقمت، وهو تحضر بوضوح في المؤتمر وعلى هامشه. وهذا ما بدأ في كلمة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي رأى أن إسقاط الولايات المتحدة للمنطاد الصيني رد فعل سخيف وهستيري، معتبرا أنها انتهكت الأعراف الدولية وتصرفت بأنانية. يوجه مؤتمر ميونخ رسائل عدة إلى الصين، كان أكثرها وضوحا من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الذي قال إن انتصار روسيا في الحرب مع أوكرانيا سيشجع الصين. هل يشكل إذن مؤتمر الأمن في ميونخ فرصة للتقارب بين بكين مع واشنطن والغرب من جهة ثانية، أم يكون ساحة جديدة للمواجهة المباشرة وتعميق لهذه الخلافات؟ للنقاش ينضم إلينا من بكين رئيس الجمعية الصينية للدراسات الدولية الدكتور فيكتور غاو، وينضم إلينا أيضا للنقاش من واشنطن المدير التنفيذي لمركز السياسة الأمنية فريد فليتس. أهلا بكما. أبدأ معك سيد فليتس، يبدو أن عدم الثقة يعني يزداد عمقا في ميونخ، هل توافقني الرأي أم لك رأي آخر؟ آمل ألا يكون هذا هو الحال. أعرف أن الدكتور يانغ أدلى بتصريح وتحدث عن إسقاط المنطاد واعتبره هستيريا. آمل أن يكون هناك حوار بينه وبين بلينكن، هناك تكهنات بأن هذا قد يحدث. الولايات المتحدة الأمريكية مصممة على الحوار مع الصين، وهناك العديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها في منطقة المحيطين الهادي والهندي والملف النووي الإيراني والحرب في أوكرانيا. آمل إذن أن يكون هناك تقدم. في الوقت الحالي يصعب معرفة ما إذا كان الحوار سيجري. لكن سيد فليتس، كبير الدبلوماسيين يعني الصينيين وصف رد فعل الولايات المتحدة يعني والتعامل مع حادث المنطاد بالسخيف والهستيري، يعني حتى على المستوى الدبلوماسي هناك توتر واضح بين العاصمتين. نعم هذا صحيح، وأنا واثق بأن الرئيس بايدن يريد أن يتجاوز مشكلة المنطاد. هو قال إن المناطيد أو الأجسام الطائرة الثلاثة ليست تابعة للصين، وهو يريد أن يتجاوز هذه المشكلة، ويعتقد أن وزير خارجيته بلينكن يمكن أن يفسر لنظيره الصيني شيئا في هذا القبيل في هذا المؤتمر. دكتور فيكتور غاو، أهلا بك ضيفي من بكين. يعني مؤتمر ميونخ فرصة للتقارب أم للمواجهة دكتور غاو؟ هو ليس للتقارب، وأعتقد أنه إذا أرادت أمريكا أن تلتقي مع نظراء الصينيين فالقنوات الدبلوماسية مفتوحة، ويمكن لهم أن يأتوا إلى الصين. لماذا يبحثون عن مكان ثالث للقاء الصينيين؟ هذه ليست المناسبة المناسبة لبلينكن للقاء النظراء الصينيين، لذلك لا يمكن لاجتماع كهذا أن يعقد في ميونخ. وإذا أراد بلينكن أن يتعامل مع الصين بصدق فيمكن أن يأتي إلى الصين كما اتفق بايدن وشي جين بينغ في بالي. ولهذا هناك حاجة ملحة للبلدين للقاء والحوار والحديث عما وقع، وأن يكون هناك فرصة لدولة قوية أن تستخدم قوتها لإسقاط أربعة مناطيد وأجسام طائرة. هذا يعكس هستيريا من قبل دولة كأمريكا، ولا يعكس أي شعور بالمسؤولية أو الثقة. وأعتقد أن هذه الحوادث يجب وضعها خلفا حتى لا تسمم العلاقات بين الصين وأمريكا، لأنه إذا حدث هذا فإن
أننا سنرهن العالم في هذا الجو غير المستقر. وإذا كانت أمريكا خائفة من منطاد، فإن الصين هي أكبر منتج للمناطيد. كونوا مستعدين. أود أن أستمع إلى رأيك سيد فليتس. أولا أتوقف عن ما قاله الدكتور غاو، لماذا ينتظر بلينكين مؤتمر كهذا؟ لماذا لا يعيد على الأقل جدولة الزيارة التي ألغيت وخلق فرصة حقيقية بين هاتين العاصمتين المؤثرتين؟ أعتقد أن الدكتور غاو أجاب بشكل مثير للاهتمام. نحن نحاول أن نتوقع كيف سيحدث ترميم للعلاقات الأمريكية الصينية. نعرف أن اللقاء بين بلينكين ولانغ قد يحدث، لكنه لم يجري أي تعليق من الحكومة الصينية. وإذا كان دكتور غاو قد علق على هذا الأمر فهو محق. يمكن أن يجدول هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن. وأتفق مع الدكتور غاو بأن قضية المنطاد قضية مثيرة للسخرية، ولذلك يجب أن نتجاوزها. قال إذا كانت واشنطن خائفة من المناطيد، فالصين من أكثر وأبرع الدول قادرة على صنع المزيد من المناطيد. يعني أود أن أستمع إلى تعليقك في هذا الأمر سيد فليتس. I don't know whether that's a joke or لا أعرف إذا كانت هذه مزحة. ولكن هناك مشكلة في هذه المناطيد التي تحلق على ارتفاعات عالية. إدارة بايدن عرفت كيف تجيب وترد، لأن ذلك المنطاد كان يحلق عاليا وهو مخصص للتجسس لا محالة. ونحن أيضا نستخدم المناطيد للطقس والأغراض العلمية وأيضا للتجسس. ولا أعتقد أنه يجب أن نخوض حربا بالمناطيد بين أمريكا والصين. دكتور غاو، يعني هل هذه مزحة عندما تحدثت أن الصين من أكثر الدول قدرة على صناعة المناطيد، أم أنك يعني تقصد أن التهديد الصيني أكبر من أن يتم تجاهله؟ أنا جد حول الموضوع. نعم، الصين من أكبر المنتجين للمناطيد، وكذلك لديها برنامج صيني وآسيوي. وحديثا عن المناطيد وخصوصا تلك التي تحلق عاليا، نحن نعرف أن هذه المناطيد يمكن أن تحلق في ارتفاعات مختلفة، 40,000، 60,000 أو غير ذلك، وهي تقترب كثيرا من المجالات الجوية لدول أخرى. قد يحدث ذلك. وعندما تحلق في ارتفاعات عالية فإنها تقوم بمهام مختلفة، علمية أو طقس أو مدنية، ولا يجدر أن تسقط بمقاتلات جوية إلا إذا كانت تحلق منخفضة. لكن إذا خرج منطاد عن السيطرة بسبب قوة قاهرة، يجب حل المسألة بدبلوماسية وتفادي وقوعها في المستقبل، وذلك بشكل سلمي. وعدا ذلك لا يجب إسقاط هذه المناطيد. ودعوني أضيف نقطة واحدة. الوزير بلينكين يتحدث الآن عن أن سيادة أمريكا هددت وخرقت بسبب المنطاد الصيني. والصين دائما دانت تلك الخروق الأمريكية لسيادة الصين وحدة أراضيها عبر العديد من المناورات وكذلك التحليق بالقرب من أجوائها. وإذا كان هناك استياء من أمريكا، فإن الصين قد تقدم على إسقاط سفن أو طائرات قد تقترب من المجال الجوي للصين، أو قد تخرق سيادتها عندما تقترب من أقاليم تابعة لها. منطاد كهذا يخلق هذا التوتر. كان حري به أن يولد حوارا وجعل الطرفين يهدأ، وليس التوتر. ليس هذا الشيء الصائب من دولة هي الأقوى في العالم. لكن دكتور غاو، أنت قلت أن يعني أمريكا اقتربت من مناطق
تمثل السيادة الصينية، لكن المنطاد الصيني يعني مر لأربعة أيام فوق الأراضي البر الأمريكي وانتهى الأمر به أيضا ضمن نطاق بحري يمثل السيادة الأمريكية المباشرة وليس اقتراب فقط. الحكومة الصينية قدمت إخطارات كافية للولايات المتحدة الأمريكية عندما خرج هذا المنطاد عن السيطرة بسبب قوة قاهرة، وشرحت الأمر للحكومة الأمريكية ووصفت طبيعته، قالت إنه من أجل معلومات طقس وليس لتجسس، فقط للرصد والملاحظة في الأحوال الجوية. لماذا؟ أن الدولتين لهما أقمار اصطناعية متقدمة ويمكنهما فعل ذلك من خلال هذه الأقمار. يمكن أن أؤكد لكم أن الصين لها كل القدرات اللازمة لرصد أي شيء في العالم، ولذلك لسنا بحاجة إلى مناطيد للتجسس. نحن نستخدم الأقمار الاصطناعية لأن المنطاد يرصد من الأرض، وهو يمكن أن يرى بالعين المجردة من أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك لماذا ستلجأ الصين إلى فعل هذا أو التجسس؟ ثم لماذا يتم إسقاطه مع العلم أنه فقط يجمع معلومات عن الطقس؟ كان يجب أن نحاول حل هذا الأمر والحرص على تفاديه، لكن إسقاطه كان مستفزا، وهو يظهر بأن هناك خشية من التصعيد أو خروج الأمور عن السيطرة. علينا أن نأبه أكثر بالاستقرار والسلام بدلا من القصف ثم القصف ثم القصف والقصف ومواصلته مع الأجسام والمناطيد الأخرى، هذا أمر غير منطقي. ما رأيك سيد فليتس؟ يعني الصين أوضحت مرارا وتكرارا أن المركبة مدنية غير مأهولة خرجت عن مسارها، تستخدم ل يعني تجارب متعلقة بالطقس لا تأثير لها على المستوى العسكري أو الاستخباراتي، واتهم يعني الخارجية الصينية واشنطن بانتهاك المعاهدات الدولية باستخدام القوة ضد هذا المنطاد. لماذا هذا يعني هذا الاستفزاز من قبل واشنطن واتخاذ هذا القرار السخيف كما ترى وزارة الخارجية الصينية؟ هناك العديد من المعطيات المجهولة عن هذا المنطاد الذي يبلغ حجمه 3 حافلات. الاستخبارات الأمريكية قالت إنه منطاد لتجسس وكان يتجسس على أهداف ومنشآت حيوية، لكن حتى أرد على الضيف من بكين، حطام هذا المنطاد سيحسم الجدل وسيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية مدينة باعتدار للصين أم لا، لكن أن نعرف أن منطادا بحجم 3 حافلات هو فعلا للطقس، وأعتقد أنه لو كان منطادا أمريكيا لأسقطته الصين. ما رأيك دكتور غاو؟ يعني حطام المنطاد سيحسم الجدل، والصين لم تقدم أصلا الخارجية الأمريكية أي تفسير منطقي ذو مصداقية، حتى اسم الشركة التي يعني أطلقت هذا المنطاد لم يتم ذكرها. أولا الصين أسقطت مناطيد أمريكية في السابق، ومنذ عقود كان هناك 10 أضعاف المناطيد التي أرسلتها أمريكا واخترقت الأجواء الصينية، ولذلك هذه ليست سابقة، والصين كانت دائما مستعدة لإسقاط المناطيد التجسسية وذات الأغراض العسكرية، لكن الأمر مختلف هذه المرة لأن هذا المنطاد هو مدني ومن أجل رصد الأحوال الجوية، والصين أعطت إخطارات كافية لأمريكا و أفهمتها بأن قوة قاهرة هي التي أدت إلى انحرافه عن مساره، لكن أمريكا تجاهلت هذه الإخطارات والبنتاغون كذلك،
وقدر أن هذا المنطاد يمثل خطورة وتهديدا عليه، في حين أن هذا المنطاد لم يشكل تهديدا لا على الملاحة الجوية ولا على أي أحد جوا أو برا. هذه هي الحقيقة. لماذا إذا نتجاهل كل هذه الحقائق ونستخدم طائرة متطورة مقاتلة لاستخدام صاروخ مكلف من حيث الثمن وإسقاط هذا المنطاد؟ هذا يظهر الرد الهستيري من واشنطن. وكان لكن دكتور غاو، قلت أن الصين أسقطت يعني مناطيد أمريكية في السابق، يعني هل قامت واشنطن بما قامت به الصين من تحذيرات وكيف تم إسقاطها؟ وإذا كان بنفس الشكل لماذا تعترض بكين إذن؟ باختصار ماذا تقول؟ دعني أوضح، إن الصين لديها سجل حافل بآلاف المرات التي كان فيها انتهاك أمريكي للسيادة الصينية. تذكروا أن الصين كانت قد أسقطت طائرة يوتو تجسسية من أمريكا من على ارتفاع عال، وكانت تلك الطائرة قد انتهكت المجال الجوي الصيني، وكان هناك مثيلات لهذه الطائرات التجسسية التي أسقطتها الصين. وبين الصين والولايات المتحدة الأمريكية الشيء الوحيد حول هذا المنطاد هو أنه دخل إلى هناك في المجال الجوي بسبب قوة قاهرة فقط، وأمريكا والصين يتقاسمان العديد من الاتفاقيات الدولية التي وقعانها، وعندما يحدث حادث كهذا يجب أن يتعاون ويتحاور ويتبادل المعلومات لتفادي التصعيد ورفض تأجيج الوضع، لأنه إذا بدأ القصف يتبادل بين الصين وأمريكا لن يكون هناك سلام في العالم. ولهذا السلام والرزانة والمنطق والتقدير السديد هو الذي نحتاج رؤيته بين البلدين. وضحت وجهة نظرك دكتور غاو. دعني أستمع لرأي سيد فليتس. يعني هذا التوتر ربما يعكس حدة أو هذا النقاش يعكس حدة التوتر بين العاصمتين. سيد فليتس، يعني هل في رأيك أصبح من الصعب سد هذه الفجوة التي اتسعت، وكيف يمكن البدء يعني ردم هذه الفجوة مع هذا التوتر المتزايد؟ من المؤسف أن يحدث هذا، لأنه كانت هناك فرصة لتحسين العلاقات بين البلدين. بعض الأخطاء اقترفت من الجانبين. أنا جمهوري ولا أعتقد أن بايدن أدار بحكمة العلاقات مع الصين، وكان يائسا لإرسال بلينكين إلى الصين بالرغم من حادثة المنطقة. ولكن عندما تعالت أصوات الأمريكيين ضد المنطاد كان عليه أن يلغي زيارة بلينكين. لكن أرى أن بلينكين قد يعود إلى الصين في أقرب وقت ممكن للحوار مع الصين. هذه المناطيد ليست تهديدا للأمن العالمي، وإنما التهديدات هي ما يحدث في أوكرانيا وكوريا الشمالية التي تكرر اختباراتها النووية والصاروخية. دعونا نوقف الحديث عن المناطيد ونركز عما يخدم الأمن بالنسبة للصين وأمريكا، وأمل أن يذهب بلينكين للصين. هل في رأيك أن هذه الزيارة قريبة، وما العوامل التي قد تدفعها بالفعل لردم هذه الفجوة والتوتر بين العاصمتين سيد فليتس؟ أفضل طريقة لتبديد التوتر هي بدء الحوار، لأنه كلما كان هناك صراع وأزمة فإن الأزمة تتفاقم. وفي مؤتمر ميونخ للأمن أعتقد أنه تم التصريح بأشياء من هذا القبيل والحرص على السلام. أرى أنه كان هناك نقاشات ساخنة حول العلاقات المتوترة ولا بأس في ذلك.
كان هناك حوار محتدم بسبب المناطيد، ويمكن أن نتجاوز هذه الأزمة من أجل مصلحة أمريكا والصين. دكتور غاو، يعني هذه الحوادث إلى أي درجة زادت من هاجس التجسس على المستوى الدولي؟ أولا، كل الدول البارزة في العالم تمارس التجسس، هذه حقيقة ولا يجب أن ننافق بشأنها، ولا يجب أن نمارس ازدواجية المعايير، هذه حقيقة. وكما قلت، الولايات المتحدة الأمريكية ترصد كل دول العالم وتضعها على خريطتها، وآمل أن يكون هناك تفاهم من الطرف الآخر للتعامل بإنصاف مع الأطراف الأخرى وتقدير أي إحاطات بدلا من استخدام القوى المفرطة. فالصين مدججة بالأسلحة وأمريكا كذلك، ولا يخدم البلدين أن تستخدم القوة بشكل متبادل بينهما. في كل حالات الحرب كان هناك حروب تقليدية هي التي حسمتها، لكن الآن إذا حدثت أي حرب قد يستخدم لكن فيها دكتور غاو، عفوا المقاطعة، باختصار ما الطريقة؟ لا أود العودة إلى موضوع المنطاد الذي يعني مر منذ أسابيع، لكن لم تكن لدى واشنطن أي طريقة أخرى لإنزال هذا المنطاد، يعني أود في دقيقة أن أستمع إلى رأيك، ما الطريقة الأخرى التي قد تبدو أفضل بالنسبة للصينيين؟ هذا المنطاد كان على وشك مغادرة الأجواء الأمريكية، وهو كان يجب السماح له بمغادرة الأجواء بعد انحرافه عن مساره، وذلك دون استخدام القوة لإسقاطه، وذلك سواء كان على البر أو البحر، والذي حدث هو إسقاطه. طيب دكتور غاو، وضحت وجهة نظرك، عفوا المقاطعة، دعني أستمع إلى رأي السيد فليتس. لا، لم أكن أود العودة إلى تفاصيل يعني مسألة إسقاط المنطاد، لكن يبدو أن هذه الفكرة لا زالت يعني قائمة سيد فليتس بين العاصمتين، بين واشنطن وبكين. يعني فكرة ترك المنطاد، هل هي يعني خيار كان اصلا مطروحا لدى الاداره الامريكيه؟ اليس من الممكن ان يحمل معلومات مهمه اذا افترضنا انه بالفعل منطادا تجسسيا؟ أعتقد أن إدارة بايدن تكبدت أضرارا سياسية كثيرة وجسيمة بعد حادثة المنطاد لأسباب سياسية في المقام الأول، وكانت هناك دواعي سياسية أدت إلى اتخاذ قرار إسقاطه، لأنه كان هناك خوف من أن ينزل في أماكن مأهولة بالسكان، وتعالت الانتقالات بسبب تركه يحلق لأيام. وأعتقد شخصيا أن ذلك المنطاد كان يجب إسقاطه فوق ألاسكا. وبالنسبة لما قاله الضيف من بكين، أنا لم أسمع الحكومة الصينية تقول إن المنطاد حلق فوق مونتانا وبعد ذلك فوق أماكن أخرى، لم أسمع هذا. في دقيقة سيد غاو، يعني هذا الصراع الذي يبدو أنه يزداد توترا، إلى أين يتجه في دقيقة إذا سمحت؟ أعتقد أن السلام هو الحتم بين أمريكا والصين، وأنه يجب أن نبذل قصارى جهدنا لنبدد هذا التوتر والتصعيد.
وكما قلت نحن دولتان مدججتان بالأسلحة، وبالتالي لمصلحة البشرية أن نعتنق السلام لمصلحة وازدهار العالم والشعبين، لأنه للألاف المقبلة إذا أردنا أن نخدم الأجيال المقبلة يجب أن نتفاهم أكثر ونتحاور. السلام هو المأمول أو هو الأمل سيد فليتس، لكن هل العوامل بالفعل تدفع لأن يكون هو الواقع؟ أعتقد أن إدارة بايدن تريد السلام مع الصين وتريد تخفيف التوتر وتريد تجاوز أزمة المنطاد. آمل أن يحدث هذا في إدارة بايدن وأن يتم الضغط على الصين في قضايا كملف الإيراني وكذلك أوكرانيا وكوريا الشمالية. سنرى ما الذي سيحدث، لكن أعتقد أن هذا بدأ في ميونخ. مع وصول رئيس جمهوري في 30 ثانية، ما التغير الذي قد يحصل للتعامل مع الصين سيد فليتس؟ أعتقد أن من بين الأسباب التي نرى فيها هذه المشكلات هو ضعف بايدن في إدارة السياسة الخارجية. لو كان هناك رئيس قوي وحاسم سواء كان ديمقراطيا أو جمهوريا فهذا سيصنع فرقا كبيرا. لن أخوض في فرديات، لكن بايدن أظهر ضعفا في إدارة سياسة خارجية مع الصين. فريد فليتس المدير التنفيذي لمركز السياسة الأمنية كنت معنا من واشنطن، ومن بكين كان معنا الدكتور فيكتور غاو رئيس الجمعية الصينية للدراسات الدولية. شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا هذا الحوار في غرفة الأخبار.